شكرا لك رافع، وأهلا بكم مشاهدينا في موجز الأهم الأخبار. أكد الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة غسان سلامة وجود مساحة من الاتفاق في كل النقاط بما فيها المادة الثامنة، غير أن هناك جزئيات بحاجة للتشاور مع القيادات السياسية داخل ليبيا. وذكر سلامة في مؤتمر صحفي عقد بتونس السبت أن البعثة تصوغ ما جرى التفاهم والاتفاق عليه من النقاط وتسعى مع لجنتين للتغلب على نقاط الخلاف، مشيرا إلى أن لجنتين ستعودان إلى ليبيا للتشاور ثم تتواصل المباحثات بعد ذلك في مقر البعثة بتونس. وأوضح سلامة في إجابته عن سؤال حول المؤتمر الشامل أن التحضيرات للمؤتمر الوطني الجامع قائمة بداخل البعثة مهما كانت نتائج هذه المحادثات. أفادت صحيفة ديلي ميل البريطانية بوجود خلاف بين الحكومة البريطانية ومجموعة مسلحة في ليبيا حول إجراءات تسليم هاشم العبيدي لمحاكمته داخل بريطانيا. وقالت الصحيفة في تقريرها السبت إن العبيدي شقيق منفذ تفجير مانشستر سليمان العبيدي، محتجز في أحد السجون بطرابلس بعد إلقاء القبض عليه من قبل قوات الردع الخاصة، وأن المسؤولين في بريطانيا يريدون محاكمته داخل المملكة لك خوفا من تعرضه للتعذيب أو أن تكون الأدلة غير مقبولة في المحاكم البريطانية. هدد أهالي وحكماء وأعيان المجلس البلدي في مسعد بإقفال منفذ المدينة البري كليا تضامنا مع العاملين بميناء طبرق البحري. وقال مصدر للنبأ إن الحكماء يسعون لإقفال المنفذ الذي يعاني انفلاتا أمنيا منذ فترة، مضيفا أن الأهالي غير راضيين عن قرار قفل ميناء طبرق البحري لما له من أهمية بالغة في المنطقة أسوة بمنفذ مسعد البري، مؤكدين أن الميناء والمنفذ مكملان لبعضهما. وكان قائد ميليشيات الكرامة خليفة حفتر أصدر قرارا يقضي بقفل ميناء طبرق البحري عن الملاحة الدولية وجعله ميناء محليا فقط. أكد ناطق باسم البحرية أيوب قاسم إنقاذ أكثر من 8000 مهاجر غير شرعي خلال النصف الأول من العام الجاري. وأضاف قاسم في تصريح لوكالة الأنباء الليبية أن البحرية الليبية سجلت خلال النصف الأول من العام فقدان 455 مهاجر غير قانوني، فيما سجلت 20 حالة غرق. وأشار قاسم إلى أن الإحصائية التي سجلتها البحرية خلال أكثر من 37 عملية إنقاذ نفذها جهاز حرس السواحل والقوات الخاصة التابعة للبحرية الليبية. ختام الموجز وبالعودة إلى الزميل رافع لاستكمال ما تبقى من يوم جديد.